بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر منظمة اليونسكو بباريس في احتفالية المنظمة بهذه المناسبة. عقب ذلك لقاء سيادته مع رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر، خاصة في مجالات البنية الأساسية في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وكذلك توطين الصناعة.